تحرير للاخبار، ولحد الشهر اللي فات يعني رقيت مديرة للتحرير. انا شريك في الفترات دي لان انا كنت بشتغل محرر عسكري، اشتغلت مندوب في رئاسة الجمهورية. تمام، لا هفرج عليه اضافه بس في ان هو ما فيهوش نوع من الاقرار ان لسه في المستوى الصحفي والخدمة الصحفية تراجعت سنة. يعني في انا واحد من عشاق الاخبار، وانت عارف انا معشقها كفرد وكاسره وكل طبعًا حاجه. طبعا لا، يمكن المشاهدين ما يعرفوش ان ما يعرفوش حضرتك مساعد رئيس تحرير الاخبار واستاذتنا الاستاذه عفافيه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ففي النهايه يعني انتمائي ليها مش مبالغه ولا طبعا نوع من طبعا ده عشق في الاساس، انت مولود هناك بالظبط ومتربي هناك. طبعا لكن في النهايه في حاله من حالات الفتور شويه، حاله من حالات البعد شويه ما بين القارئ والصحيفه، هو ده اللي قصدي عليه. لكن كلمه اضافه يبين ان مفيش حاجه والدنيا زي الفل. انا مش هناقش حضرتك طبعا في اللي انت بتقوله، بس اذا كان ده حاصل فده مسؤوليته لا تقع على رئيس تحرير وحده، تقع تمام على الجميع. مزبوط. لان رئيس التحرير مش هو اللي بيعمل كل حاجه، يعني واخد بال حضرتك. رئيس التحرير هو مايسترو، واخد بال حضرتك، مش هو اللي هيعزف على كل الالات. متفقين. ما بنكرش ان في الفتره الاخيره حصل نوع من في الوسط الصحفي كله، انا بتكلم بقى بحكم ان انا شايف المساله شويه، في نتيجة ضعف الدخل. فالزميل بيدور على مجالات أخرى أنه يحسن دخله، بيشتغل في مواقع إلكترونية، بيشتغل في صحف خاصة، بيشتغل في برامج تلفزيونية، بيعد، فده بيقلل من جهده اللي بيأديه لجاردة الأم اللي هي بتعالجه وبتديله معاش وبتعمله كل حاجة، بس بتديله أقل دخل، بتديله راتب أقل، إنها بتديله مزايا أعلى ما حدش تاني يقدر يكفلها له. تمام. على كل حال ده بيأثر. في نفس الوقت المنافسة موجودة، في بعض الاحيان بيبقى في احباطات شخصيه عند ناس، يعني ايقاعها بيقل، اللي ما بيقدرش انه يطور نفسه مع مقتضيات العصر في مع الانترنت ومع استخدام الحاسوب الالكترونيه ومع الاطلاع على الميادين الجديده في يعني المجالات الجديده في الاخراج الصحفي، في اسلوب الكتابه، في اهتمامات، في مزاج القارئ، لان زي ما حضرتك عارف يعني ايه برضو الصحافة سلعة. طبعا السلعة بترتبط في رغبة او حاجة اليها، واخد بال حضرتك، بيختلف مزاج القارئ بين فترة زمنية وفترة اخرى. في بعض الاحيان يعني ابتدى الصحافة صحافة رأي ثم تحولت الى صحافة خبر في فترة نتيجة انتشار الفضائيات وانتشار المواقع الاخبارية اللحظية، بيبقى فيه اهتمام اكتر بالتغطية العميقة، بالتحقيق الاستقصائي، بالرأي، بمواد الرأي. صحيح. فلو الصحفي ما قدرش يواكب المسألة دي، المسؤول على الجورنال ما قدرش انه يعمل الحكاية دي، يبقى عنده قدر من المهارة الإدارية انه يستنهض همم اللي معاه. احنا حاجة بسيطة جدا، انا ما بتكلمش برضو على جريده الاخبار تحديدا، لو جريده الاخبار يعني دي قلعه، بلاش الحساسيه دي، احنا بنتكلم دلوقتي في رؤيتنا لمؤسسه وقلعه كبيره عايزين لها الافضل. واخد بال حضرتك، انا علشان اعمل جريده ناجحه يبقى اعمل جريده الحاجات اللي انا اتمنى اقراها، ايوه، الاقيها في جريده، هو ده أعملها. مربط الفرس هي. بس فكره ان ما اريد ان اقراه، ما اريد ان اقراه، اسعى الى تقديم. كتابته وتقديمه. الله يفتح عليك. طيب ده من حيث المهنيه، ان انا احط نفسي قبل ما اكون صانع الخبر او صانع الجريده، ان انا احط نفسي مكان قارئها. تمام تمام، ده مهنيا. سياسيا بقى، انا سمعت مجموعه من التصريحات وقت الازمه اللي حصلت السنه اللي فاتت ما بين الصحف الخاصه والصحف الحزبيه والصحف، لما قالوا ان ياسر رزق بيقول ان الصحف القوميه في مصر هي اكثر من يعبر عن المواطن المصري لكن دون الاخلال بالسياسات العامه للدوله. يعني ايه؟ اقول لحضرتك، كل شيء، كل مطبوعة أو صحيفة أو وسيلة إعلامية في الآخر بتعبر عن مصالح ملاكها. تمام تمام، يعني إذا كانت جريدة حزبية ليس من المتصور أنها هتطعن في الحزب، أخبار حضرتك، ولا الحزب اللي بتنتمي ليه. طبعا جريدة حزبية يعني منحازة. تمام. إنها جريدة حزبية يعني منحازة، وإلا ما تبقاش جريدة حزبية. مزبوط. يعني ما أقدرش أقول إن جريدة حزب الوفد، جريدة الوفد، انها ما تكونش منحازة لسياسات حزب الوفد، هي صادرة لهذا، هي مش طالعة بس هي لسان حاله. لسان حاله. الجريدة الخاصة احنا عندنا للأسف في المفروض انها شركات مساهمة، لكن واقع الامر ان بيبقى واحد او اتنين شاريين الاسهم وموزعين على ناس شغالين في شركاتهم. تمام. فحضرتك هل تتصور ان هو بيدفع عشقه للصحافة، دفع ان هو بيروح علشان يخلي القارئ ولو هو عنده او عند شركاته اي مخالفات او عند مصالحه الخاصه او عند التحالفات الاقتصاديه بتاعته في اي حاجه هتبان وهتظهر في الجريده؟ مش هتحصل، ده غير صحيح.
وانا مش قابل للاقتناع بيه. وفي مسائل كتيره جدا انا ما بقللش من الجرائد الخاصه، لان انا رايي انها يعني كانت حجرا القي في بحيره راكده وادى لامواج أدت لتغيير. طبعا مش ضد، بس انا ضد انها بوصفها مستقله، لا غير صحيح. خلينا نسمي الاشياء بمسميات، لا احنا هي جرائد خاصه بس برضه هيرجع، وانها ان ديت جرائد الحكومه وبتاع، ولا هي مش حكومه اسرائيل، ثم انها ليست ليست جرائد الحكومه، هي جرائد الدوله، جرائد الشعب. لا انا هاجي لك دلوقتي للجرائد القوميه، بس اقف قدام الجرائد الخاصه في فكره يعني مدى تاثير ملكها واصحابها المسيطرين على اسهمها في السياسه التحريريه. اعتقد ده برضه بيرجع شويه لرئيس تحرير وزملاء في التحرير في مدى مهنيتهم واحترامهم لمهنتهم. لا هم محترمين ومهنيين، لكن في رقيب ذاتي جواي، اخبار حضرتك في رقيب ذاتي، تمام؟ حتى في الصداقات الشخصيه بيبقى في رقيب ذاتي طبيعي، بيبقى في مبالغ. مش ممكن هيجي مثلا لو صاحب الجريده عنده مثلا محل عنده اسف مؤسسه لانتاج مواد غذائيه، وهيقوم واخد هو منشط ان فيها ضبط مخالفات في مصنع كذا كذا، لو بتاع ممكن يتجاهل الخبر وممكن يحاول يجمله انه يعني كده يعني ما اعتقدش، في حين ان بتتقال حاجات اخرى. في بعض الاحيان انا يعني هقول لحضرتك، لو بنتكلم على ان ملكهم رجال اعمال، واخد بال حضرتك، فبالتاكيد انها بتدافع عن كل السياسات اللي بتحمي مصالح رجال اعمال بشكل عام، واخد بال حضرتك. ما بقولش انها ضد مصالح المواطن العادي او ضد مصالح المستهلك العادي، لكن بالتاكيد تعبيرها وهدفها الاول هو مصالح رجال اعمال اللي بيمتلكوها، وده شيء مشروع. انا ما بقولش انا مش ضد كده، انا مش ضد كده، لكن انا ضد تسميه الاشياء بغير مسمياتها. جرائد القوميه مملوكه للدوله، وهي فكرة الجرائد القومية. وأنا عارف إن هي في النهاية مسؤولية، يعني حتى زملائي اللي بيعملوا حوارات مع رؤساء تحرير أو رؤساء من إصدارة الصحف القومية وكأنها سبة أو تهمة إن هم في هذه المناصب، في النهاية هو تعيين، لكنه تعيين قائم على أسس، يعني في النهاية ما بيبقاش حد، أنا آسف الشارع جاي من الشارع بيختار، لكن في النهاية أنا عايز أعرف أنت وأنت بتبلغ امبارح بالبشارة أو بالإشارة والنهاردة بالخبر أو بالقرار، في تكليف ولا هو مجرد انت كذا واعمل ما بدلك وفقا لما تعلمت وفقا لخبراتك، ولا وانت رئيس تحرير الصحيفه التي تمتلكها الدوله، فبالتالي مطلوب 1 2 3 4، في جواب تكليف؟ ما حصلش ولا حتى شفهي خالص. وانا قبلها عندي تجربه في مجله الاذاعه والتلفزيون، وهي المجله الوحيده المملوكه للحكومه لانها مملوكه لوزاره الاعلام. لم يحدث، واخد بال حضرتك، ان وزير الاعلام اتصل بي قال لي ليه نشرته او ليه ما نشرتوش. مرة وحيدة اتصل بي قال لي الخبر ده كان خبر مهم ويمكن يعني ليه ابعاد في المنطقة وابعاد في القضية الفلسطينية، فقال لي هل الخبر ده صحيح؟ قلت له صحيح، ومعايا ما يثبته بالصوت وبالمستندات. تمام، خلاص هو بس بيتأكد من صحته. لكن طبعا السكيل، طب انا هروح، انتوا عايزين نطلع فاصل صح؟ نطلع فاصل ونرجع للاستاذ ياسر. حاضر.